كذلك قوله عن المذهب الاثني عشري في قضية تحريف القرآن لما تكلم الدكتور والدكتور التيجاني كذلك في تحريف القرآن. كل روايات التحريف كما قال التيجاني كما قال الجزائري وغيره إنما هي عن آل البيت. مذهب آل البيت القول بالتحريف إذا كانوا يقبلان مذهب أهل البيت. كل الروايات لذلك يقول الجزائري لم أجد ولا رواية واحدة عن آل البيت تقول بعدم التحريف. والدكتور إحسان إلهي ظهير تحدى الشيعة أن يأتوه برواية واحدة عن إمام المعصوم تقول بعدم التحريف فعجزوا عن ذلك. وأنا أتحداهم الآن أن يأتي برواية واحدة عن إمام معصوم من الأئمة الاثني عشر تقول أن القرآن غير محرف. جعفر الصادق ماذا قال؟ جعفر وغيره هم لا يقولون لكن أقصد الروايات التي في كتبهم. أنا أتأكد بآلاف. نعم تفضل. آلاف سمعت؟ نعم. آلاف ثبت. طيب؟ نعم. الأئمة الاثني عشر أنا أتحدى أن يأتي برواية واحدة والآن يريد آلاف. نعم. طيب؟ من الأئمة المعصومين. من الأئمة المعصومين تقول يعني في كتبهم. نعم. طيب؟ وأما ابن مسعود لما تكلم كذلك من الذي يحترم الكتاب والسنة؟ من الذي جمع الكتاب والسنة؟ هذا قرآننا ونحن قلناها مرارا ونعيدها ونكررها. أهل السنة جمعوا القرآن، أسانيد القرآن عندنا، نحن جمعنا أسانيد القرآن. الصحابة الذين ارتدوا، الصحابة الذين أخذوا الخلافة من علي وارتدوا بذلك كما قال انقلبوا على أعقابهم، هؤلاء هم الذين نقلوا هذا الكتاب الكريم. فليأتي الشيعة بقرآن آخر غير هذا نقله أئمتهم. القرآن من نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقلت القرآن، نحن نقلنا تواتر القرآن من جهة أهل السنة. وقد طلبت منهما أن يأتوا برواية واحدة عن إمام معصوم تقول بعدم التحريف وإلى الآن لم يأتوا، ولن يأتوا برواية واحدة تقول بعدم التحريف. وذكر علماؤهم آلاف الروايات التي تقول بالتحريف كذبا وزورا على الأئمة رضي الله عنهم حتى قالوا إنها متواترة وإنها مستفيضة ولا داعي للبحث في أسانيدها. بالنسبة للقول بتحريف القرآن، في بعض علماء الشيعة يقولون أنه حدث في القرآن تحريف، يعني حذفت منه بعض الآيات، ويقولون أنه في آيات وضعت في غير موضعها. بالنسبة لوضع آيات في غير موضعها أكثر علماء الشيعة يقولون، إذن نستطيع أن نقول بوضوح أنه هناك قلة من علماء الشيعة يقولون بأنه أنقصت آيات من القرآن، أنقصت آيات من القرآن، أنقصت آيات من القرآن. فالقرآن الذي هو القرآن الصحيح الكامل الذي لا تغيير له، هذا عند أمير المؤمنين صار عند أمير المؤمنين، ثم اسم ورثة الأنبياء مواريث الأنبياء تورثه مثلا الحسن عليه السلام ثم الحسين، الآن عند الإمام المنتظر أجل الله فرجه وأرواحنا في الله، فالقرآن عنده، فإذا ظهر يظهر هذا القرآن. فأما هذا القرآن الذي أمام بين أيدينا هذا القرآن محترم، لكن في تغيير بعض العلماء قالوا ناقص، قالوا بأنه ثلث من القرآن ناقص، هذا البقية هذا الذي يسأل باليد هذا ثلثه، هذه عقيدتنا. ولكن لكي نجدد العهد بالولاية لسيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فعندما نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.